هل تخسر فرنسا إفريقيا أم سياسة إعادة ترتيب الأوراق هي الظاهرة الآن؟ إنني أعتقد أن فرنسا لم تحقق أي فشل في إفريقيا بل أو في مالي وعلى الصعيد السياسي، ولكن فرنسا تعد أهم لاعب أوروبي في أفريقيا، وكذلك فإن إفريقيا إحدى مرتكزات نفوذها في العالم بما تملكه من علاقات ونفوذ اقتصادي وعسكري وسياسي، لا سيما في التشاد وفي جنوب الصحراء الغربية وفي الغرب الإفريقي، وكذلك في منطقة القرن الإفريقي. فإن فرنسا تعد الرافد الأساسي قوات السلام الدولية والسياسية التي تنتشر في المنطقة الأفريقية. فإذا فإن فرنسا لم تحقق أي إخفاق، ولكن هي تعيد وجهة وتعيد النظر في ترتيب الأوراق داخل القارة الأفريقية، وفأفريقيا تعد محور استقطاب هام لدولة مثل فرنسا، وهي تعمل على إقامة استراتيجيات مشتركة وإقامة شراكات استراتيجية من أجل تعزيز نظام دولي مفتوح ومستقر لمعالجة العديد من الأزمات والعديد من التحديات التي تواجه القارة الإفريقية في هذا الوقت الراهن، مثل أثر تغيير المناخ والأمن الغذائي والأوبئة العالمية. ففرنسا لم ترفع يدها أبدا عن القارة الإفريقية، فهي حرصت دائما على الاحتفاظ دائما بعلاقات مع أفريقيا.